بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر محاضرة يا إخوان، وصلنا عند المواضيع المهمة جدا، وهي تعرفنا على أنه لما تيجي تحلل أي نظام لابد نحدد الانتيتي. الانتيتي اللي هي الكينونات اللي لها خصائص. قلت لك راعي البقالة لما تيجي تحلل له النظام فرح يقول لك في عندي بضاعة، البضاعة هذه لها اسم ولها نوع وهذه لها سعر ولها ولها ولها، هذا كله يدل على أنه هذا كينونة وعنصر في النظام. ما تقاطعنيش عشان نخلص بسرعة. المهم فيا سيد عزيز، هذا راح يتحول لما نبني الآن قاعة البيانات إلى إيش؟ إلى جدول. حلو الكلام. والجدول عبارة عن أعمدة وصفوف. العمود راح يكون عبارة عن صفة من الصفات التي ذكرت في التحليل. لما يقول لك أنا عندي بضاعة اسم، هذا الاسم راح يتحول لعمود. إيش اسم العمود يا شباب؟ فيلد. مش راح استنى الإجابة. فيلد والسجل ريكورد. هذا اللي أخذناه المحاضرة اللي فاتت. قلنا لابد واحد من هذه الفيلدز لازم يكون إيش؟ برايمري كي، مفتاح. والبرايمري كي لازم تكون its value should be unique. unique يعني ما تتكرر، تكون فريدة من نوعها. وشيء ثاني ممنوع منع بات انه يترك خاليا. سمعت؟ يعني الان لما يكون عندنا طالب، رقم الطالب هذا هو المفتاح، ممنوع تدخل سجل للطالب وتترك خانة رقم الطالب خالية. ممنوع، لانه هذا شرط الاكسس. لما تحدد انه هذا الحقل هو مفتاح، اذا لازم لا تتكرر البيانات ويجب ان لا يترك خاليا. قلنا انه البرايمري كي الوظيفة اخرى مهمة جدا في ايش؟ احسن، في بناء العلاقات. كذا انت راح تعطل المحاضرة، خليك ساكت احسن. لا بالعكس، انا حتى لو سكتت راح نمشي في نفس السيستم. بالعكس، هذا الشيء الممتاز. الان يا سيد العزيز، فاحنا زي ما قلنا انه ايش عندك؟ عندك البرايمري كي هو المستخدم لبناء العلاقات. وحكينا اول شيء لازم تحدد الديجري اوف ريليشن شيبس. كم ديجري عندنا؟ 1 تو 1، 1 تو ماني، ماني تو ماني. حكينا انه ال 1 تو 1 يدمجوا في جدول واحد، 1 تو ماني بتاخذ البرايمري كي من طرف ال 1 وبتحطه از ا مفتاح ايش؟ مفتاح في طرف الماني. بس ايش نسميه مفتاح ايش؟ دخل عليهم دخيل للرجال، ما هو منهم، مفتاح اجنبي، فورين كي. اما الماني تو ماني يا شباب فلازم نحط تيبل في الوسط وناخذ البرايمري كي مال الاول ونحطه ايش؟ في هذا الوسط. وناخذ البرايمري كي مال الجدول الثاني ونحطه في هذا الوسط. وناخذ الفيتشرز زي استئجار السياره. ايش الفيتشرز مال الريليشن شيب؟ خصائص العلاقه اللي هي تاريخ الاستئجار، وقت الاستئجار، رقم العقد، اسم المستاجر راح يجيبه من جدول المستاجر، واسم السياره راح يجيبها من جدول السياره. لكن الخصائص التي تضاف في الوسط. بعد ذلك يا شباب وصلنا اليوم لصفحة 9. علي احنا بدنا نمشي بس بدناش نسمع صوت، خلينا نمشي بسرعة. فيا شباب في صفحة 9 راح ناخذ الدي بي ام اس. في شيء اسمه عندنا الداتا بيز مانجمنت سيستم. الداتا بيز مانجمنت سيستم وانتم انقرصتوا الان من الميد، ترى الميد بركز على الكتاب والمصطلحات بالانجليزي. لما يقول لك ايش؟ لما يقول لك ايش؟ خلينا نكمل. لما يقول لك الكوليكشن اوف بروجرامز، اذا الداتا بيز مانجمنت سيستم هو عباره عن مجموعه من البرامج. ايش تساوي؟ ذات انيبلز يو، انيبل يو تو ستور، تخزين، موديفاي اند اكستراكت انفورميشن فروم داتا بيز. برامج قواعد البيانات يا اخوان، اداره قواعد البيانات تساعدك على انشاء، كرييت التيبلز، كرييت الداتا بيز. ولما نعمل كرييت عشان نعمل ستور للديتا. وايضا شيء ثاني اخوان عشان الموديفيكيشنز، احنا بنسميها المانيبيوليشنز اللي هي اضافه، حذف، تعديل. ومهم اهم شيء الريتريفنج اكستراكشنز اللي هي ريتريفنج انفورميشنز فروم داتابيز، استرجاع البيانات. يا الحبيب انا ليش مخزن بياناتك؟ عشان اخذ معها سيلفي يعني؟ امسك الموبايل واوقف جنب الشاشه واصور؟ لا، أنا أكيد أخذتها لسبب ما في نفس. إيش هو؟ أني أسترجعها لاحقاً. البضاعة هذه ليش أنا مخزنها بداتابيز؟ عشان لما يجي العد البضاعة في بندة بالباركود يدق يطلع له على طول معلومات هذه البضاعة والسعر. خليكم يا شباب خليكم، أنا حابب كذا. لما نبدأ بالعمل الآن ما حدش يقول لي ولا حرف، راح أمشي. لا لا لا، احنا ما اتفقنا كذا، ترى احنا مسجلين يعني، ما اتفقنا كذا. راح أمشي طالما أنت مش معي من أول محاضرة، أنت على كيفك. الآن راح أطبق على السريع، يعني بدل ما تأخذ معي ربع ساعة راح تأخذ معي خمس دقائق، مش هذا اللي بدكم إياه؟ لا، أنا أطبق راح تسبب مشاكل، أنا نصحت وهذا هو المسؤول. الآن نرجع لموضوعنا.
الداتابيز مانجمنت سيستمز اذا برنامج زي ايش عندنا برامج اعداد قواعد بيانات زي ايش عندنا برامج تتعامل مع قواعد بيانات من خلال انشائها ربطها مع بعضها البعض استرجاع البيانات وتوجيه اوامر اضافه وحذف وتعديل ايش هذه برامج القواعد زين ايش عندنا الاكسس احسنت وعندي الاوراكل وعندي الماي اس كيو ال وعندي اس كيو ال سيرفر كل البرامج هذه تصنف لها تصنيفات في للسمول بزنس او سمول سيستمز زي ايش في عندنا اللي يستخدم لبرامج اداره قواعد بيانات لانظمه بسيطه خفيفه الاكسس فعشان كذا في الانظمه الكبيره ما بنفع نستخدم يا اخوان اكسس نستخدم مثلا اوراكل وهو التوب حاليا وبيجي الاس كيو ال سيرفر والماي اس كيو ال وفي على فكره شركات اخرى غير غيرهم إذن يا إخوان لا تنسى هذا الموضوع رح أبدأ بالجانب العملي الآن بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً وين موجود الأكسس ما حدش يركز بالأكسس يا إخوان موجود عندي زي ما هو موجود مكان نفس المكان الموجود فيه الوورد والإكسل in the same locations for the Microsoft package إيش عندي عندي بالستارت عندي بالأول بروغرامز للرجال اللي منزل النسخة من النت راح تجدها هنا لكن إذا نزلها لايسنس من سي دي راح تجدها في مجلد اسمه مايكروسوفت أوفيس إذا لقيت نعم ما ببيعوك إياها كيف الرجال راح شراها من إكسترا بس للأسف ما لقى الأكسس لقى بس الوورد والإكسل وإيش كمان ما والإكسل يعني هي بيدفعوا 500 ريال مش بسيطة يعني بدهم يربحوا هم كمان ما في اكسس لا 120 ريال ما في اكسس اما 500 معقول ما في اكسس 600 ريال لا احنا بنحكي على اللايسنس عشان يعني لما يجد يبحث عنها راح يجدها في المجلد انتم كذا بتعطون يا اخوان الان نرجع لموضوعنا بالاكسس تفتح الاكسس طبعا الاكسس يا اخوان شاشته شبيهة شاشة الأكسس بالإكسل والوورد زي ما أنتم شايفين هنا في عندي بالأكسس في عندي اللي هو الليفت بار اللي بتحدث عن أو يظهر لك اللي هو الفايل recently used أو recently opened زي كذا حطت لك today وهذه الملفات التي فتحت اليوم وعندي open other files commands تستطيع من خلالها تفتح داتابيز عشان ايش تتعامل معها من خلال الاكسس وعندي هنا ما يسمى بالتمبلتس احنا عندنا لو تلاحظوا لما كنا في الوورد كان عندي بلانك دوكيومنت وعندي بلانك ورك بوك هنا ايش انت عندك بلانك داتابيز في عندي اذر تمبلتس يو كان يوز ات ركز معي هنا في عندك الاذر تمبلتس راح اتحدث عنها بشكل سريع لكن قبل ذلك راح اتحدث عنها بشكل سريع لكن خليهم يا اخي خليهم يستفيدوا المهم خليني يا شباب بس اكمل طلع علي بس للي بهتم في عندي البلانك داتابيز قلت لك في عندي ايضا في عندي قوالب جاهزه طبعا في بعض الطلاب يستغلوا هذه القوالب للغش فبروح بنزل لك قالب من القوالب وبدعي انه هو اللي عمله في الامتحانات زي ستودنتس هذه داتابيز كامله لكن طبعا راح يكشف ببساطه شديده الان لاحظ انه بحملها من موقع مايكروسوفت ومفتح لي اياها انيبل كونتنت لاحظ هنا بالنافيجيشن بين وركز معي الان هذه عندي كل المعطيات لاحظ هذا الفورمز شوف ما اجمل الفورمز مال الطلاب هذا ايش اسمه فورمز طبعا في شغله مهمه جدا نقطه مهمه جدا لازم تحطها في بالك وهي ما هي العناصر والذا داتابيز اوبجكتس الفاوند اند اكسس ايش هي العناصر الداتابيز الموجوده هذا السؤال دائما شوف انا حكيته بالانجليزي دائما بيجي في الفاينل اللي هي داتابيز اوبجكتس ما هي داتابيز اوبجكت اللي هي التيبلز وين التيبلز هذا التيبلز عندي الكويريز مش موجود هنا كويريز وعندي هنا ايش الفورمز وعندي الريبورتس كم واحد تيبلز كويري وفورمز وين ايش الفورمز الفورمز اللي هي الواجهات لانه ما ينفع انا اتعامل مع الداتابيز من خلال شايف ايش رايك تعبي هنا البيانات كذا بهذه الصوره داخل الداتا شيت مباشره داخل الجدول ولا تعبيها من خلال فورمز هذا اسمه فورم انترفيس وبعدين بيجي عندنا الريبورتس التقارير اعطيني احصائيات اعطيني 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 فكم عندي كم عنصر عندي تيبلز كويريز
forms, reports. هذولا راح نغطيهم في السكشن مالنا. وريبورتس. هذه مودلز مالي مودلز بعدين يا اخوان. اما هذه العناصر الرئيسيه راح نغطيها. هذه المودلز لما بدك تبرمج على الفيجوال بيسك. ما انت تستطيع تكتب كود بالفيجوال بيسك داخل الفيجوال بيسك من داخل الاكسس تستطيع تكتب. لا ما بناخذها احنا بس بناخذ هذه العناصر اللي كلها وزارد. الان خليك معي الان بدي ابدا اشرح العناصر الان اللي موجوده في الانفايرمنت. شوف لاحظ بحكي لك يا بالانجليزي انه في الامتحان انت عارف راح يجي بالانجليزي. لما اقول لك اكسس انفايرمنت يعني بتحدث عن هذه الشاشه الانترفيس الواجهه مالت الاكسس. ايش في عندي عناصر؟ ايش في عندي عناصر؟ عندي هنا اول عنصر اخذناه اللي هو الكويك اكسس بار. يا اخي وقف اضغط هنا هي كويك اكسس تول بار اللي بنحط فيه مجموعه من الاوامر الاكثر استخداما الموست ريسنت الموست يوزد فريكوينتلي يوزد ومنضعها حتى ما نضل نرجع نضغط على التاب مالها ونطلع الاوامر. لا بنحطها هنا. عندي ايضا الهيدر اسف التايتل التايتل اللي فيه عنوان الملف ونوعه. وعندي يا سيد عزيز الكنترول بوكس اللي هي الماكسمايز والمينمايز. ايش هذا؟ ايش هذا اخوان الفايل والهوم والكرييت واللي يظهر تحتيه هذا اسمه الريبون. معقوله في الامتحان ريبون ما حدا يعرف ما يعرف ايش معنى ريبون؟ لما اقول لك ريبون ريبون يا اخوان هذا الهوم مع اللي ما يشمله من تحت هذا بنسميه ريبون. فهذا كله الفايل والهوم والكرييت بالاضافه للي تحت الشريط اللي تحت هذا بنسميه ريبون. فالجزء العلوي للربن اسمه تابس تابس الجزء العلوي للربن اسمه تاب والجزء السفلي اسمه كوماندز. لاحظ ان الكوماندز مصممه او مجمع على شكل جروبز. يعني في الكرييت في عندك تيبل ايش هذا تيبلز جروب مجموعه في منها الاوبشنز اللي شير بوينت ليست تيبل ديزاين تيبل هذه بنسميها كوماندز او اوبشنز. فمستحيل يجيني طالب في الامتحان يقول لي يا استاذ حاطط لي ديزاين كرييت تاب بعدين سهم تيبلز جروب. ايش معنى جروب؟ ايش معنى جروب؟ مجموعه. ما هو لازم الكوماندز مش كلها تفرط كذا لازم تجمع. هذه مجموعه الريبورتس هذه مجموعه الفورمز هذه مجموعه الكويريز اخذناها. احسنت. الان نيجي على العناصر المهمه الثانيه. ما هي العناصر المهمه الثانيه؟ العناصر المهمه الثانيه وهذا اهم عنصر عندي هنا ايش اسمه؟ النافيجيشن بين. ايش اسمه؟ نافيجيشن بين. هذا النافيجيشن بين يا اخوان لا النافيجيشن اللي هو الاستعراض الابحار 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 معناته استعراض. فانت بستعرض لك من خلال عناصر الداتابيز وين ممكن احصل عليها. لما يجيك سؤال في الامتحان ويقول لك داتابيز اوبجكتس وي كان فايند ات ان او وي كان سي ات ان ويعطيك خيارات نافيجيشن بين. ايوه انا وين بدي اشوفهم العناصر؟ كيف بدي اعرف هذا تيبل اسمه كورس تيبل اسمه سبيشاليتي تيبل رابط بين الكورس والستودنتس تيبل اسمه ستودنت من خلال مين؟ من خلال نافيجيشن بين. طبعا نافيجيشن بين في مجموعه من الخيارات تستطيع انك ترتب الاوبجكتس باي تايب او باي كرييتد ديت. تعرف مين يا سيد العزيز اللي انشئ مؤخرا؟ اخر واحد انشئ عندي الستودنت ريبورت الستودنت ريبورت واول واحد الكورس. هذا كيف اخترته؟ اخترته ايش؟ بالكرييت. واحد بيقول لي يا سيد عزيز بين موديفايد تايب اخر شيء اتعدل الساس از موديول. وعندي يا سيد عزيز الاوردر والتودي اللي اشتغلته اليوم. وعندك الاوبجكت تايب هو افضل شيء الاوبجكت تايب لانه بصنف لك اياه بحسب النوع التيبلز بعدين الكويريز بعدين بعدين بعدين. يلاحظ لو اخترت التيبلز اند ريليتد فيوز حط لك التيبل والريفيو المرتبطه فيه المرتبطه فيه بالاول. لكن الافضل يا شباب تحطوه ايش؟ انه هو ايش؟ اوبجكت تايب. تستطيع اخفائه؟ نعم. هذا اسمه شتر. شو اسمه؟ شتر بار. شتر اللي هو المقبض مال البواب. شفت الباب السحب هذه؟ الاكورديون هذه المقبض ماله بسموه شطر. فاذا تبغى تخفيه تسكر باب الشطر ولا تفتحه. بعد بيقول لي والله هذه ما هو مهمه. مضبوط ما هو مهمه بس راح تجيك في الامتحان. ايش تسوي؟ طبق يا اخي بس ايش بدريك؟ ما هو انت مشكلتك مش مشكلتك انت مشكلتك مش في التطبيق. ما انت الاكسس افتحه. مشكلتك مش فاهم شو معنى شطر. يا اخوي بالامتحان انا بقول لك لما يجي الامتحان ايوه يا رجال رولر رولر مسطره مسطره في المد. الطلاب يسالون ايش معنى رولر؟ لو فهم انها رولر ما بيعرف منين يطولها بس هو ما فهم. بقول لك ايش معنى رولر مسطره؟
فانت جاي تقول لي شطر راح تتذكرها؟ ايوه شباب باختصار انتم قرصتوا من المد واعرفوا انه بدك تعتمد على الكتاب مصطلحات الكتاب. الان يا سيد عزيز في عندي هذا الجزء شو بنسميه؟ هذا بنسميه داتا شيت، شايفه؟ هذا الجدول ايش اسمه؟ داتا شيت، جدول البيانات. وفي الاعلى بسموه ايش؟ ايش بسموه في الاعلى؟ عشان اجيب لك اسمه يا سيد عزيز الدوكيومنت تاب. ايش اسمه؟ دوكيومنت تابس. هذه التابس اللي شايفها ستودنتس والكورس والسبيشاليتي هذه بنسميها دوكيومنت تابس. اذا في عندي هنا ايش؟ الداتا شيت، ويسمى الورك سبيس مساحه العمل، مساحه العمل ورك سبيس او داتا شيت له جدول بيانات. في الاسفل تحت طالع هنا بالاسفل تحت وركز معي بالاسفل تحت هذا بنسميه ريكورد نافيجيشن بار. شو اسمه تحت؟ تحت هذا ريكورد نافيجيشن بار اللي فيه سيرش. لا السيرش لوحده وهذا نافيجيشن. السيرش ايش اسمه؟ ريكورد سيرش بوكس. ايش اسمه هذا؟ لما تبدأ تبحث عن معلومة في جدول من جدول زي ستودنت، الطالب اللي اسمه سعد فباجي على السير بقول له سعد، طالع على طول وقف لي وين؟ عن سعد. بدك تبحث عن الطالب اللي رقمه 555 تيجي بتكتب 5555 على طول وقف لك اياه بالسيرج. سمعت؟ هذا ايش اسمه؟ ريكورد سيرج بوكس. اللي جنبه اسمه ريكورد نافيجيشن بار. اذا في عندي كم نافيجيشن اليوم؟ اثنين. واحد اسمه نافيجيشن بين على الجهه اليسرى. شو بيسوي هذا؟ براوز ذا داتابيز اوبجكتس، بيستعرض لك الداتابيز اوبجكتس، عناصر الداتابيز. اما هذا تحت الريكورد نافيجيشن بين يستخدم للتنقل بين الريكوردز. طالع هذا بريفيوس ريكوردز، السهم اللي على اليسار بريفيوس ريكوردز، ندخل اللي قبله. هذا نيكست ريكورد اللي على اليمين. هذا فيرست ريكورد، يطلع لي اول ريكورد مهما كان. هذا لاست ريكورد، اخر مسجل مهما كان. والاصفر والاصفر اللي هو عباره عن ارو بالاصفر هذا ايش مكتوب لك؟ نيو ريكورد، انشئ لي سجل عشان اعبي بياناته. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا شباب؟ شو معنى اي؟ بعدين بنرجع. الان يا سيد عزيز هذا اذا العناصر لا تنسوها، لانه بالامتحان بيجيك التسميه بالانجليزي. اذا يا شباب نيجي الان نعمل نيو، وعندي نيو راح اختار بلانك مش راح اختار تمبلت، بس فهمتوا كيف التمبلت؟ بنزل لك اياه. هذا كرييت داتابيز، هنا عكس البرامج الاخرى وهذا فرق. احسنت، اول شيء بطلب منك تحفظه تسميه وتحدد المكان وينشئ لك اياه في نفس المكان. عكس مين؟ الوورد والاكس الاكسل. الاكسل بقول لك يا عمي ادخل بس تيجي تبغى تحفظ تحفظ. ليش؟ لانه الان يا الحبيب لما تيجي تقول له انت انشئ لي تيبلز، هذا بدك تحجز له، بده ياخذ حجم. فالحجم يا حبيبي لازم يكون حاجز لك اياه من اول، يحدد لك اياه في مكان ويضبط لك امورك. طبعا يا رجل ما انت ان شاء الله 5000 شيت، بس بالنهايه الاكسل بظل مساحته اقل. انت بتحكي عن داتابيس تيبلز، بده يضيف له عناصر اخرى بشيء اسمه كتالوج، في اسمه ريليش كتالوج، هذه كل صغيره وكبيره في الداتابيس. هذا لازم يحدد المكان بالاول عشان يعرف وين يخزن الكتالوج. بمجرد ما تنشئ انت بنشئ الكتالوج، خلاص انشئ، ببدا تعدل انت على الكتالوج لما تنشئ التيبلز. فالكتالوج وين يتخزن يا حبيب؟ على الرام؟ لا ما بنقدر نخزنه على الرام، حجمه كبير. فبنحطه في الهارد ديسك وبنبدا بعدين نبدا نضيف ونعدل البنيه. اذا مطلوب منك تحدد اسم للداتابيز، انا هون بدي اسميها كوليج، الكلية. وين مكانها؟ تحط على الديسكتوب ولا ماي دوكيومنتس احسن عشان اعثر عليها بسرعة؟ ما هو هون عشان داخل بحساب واحد ثاني، عارف كيف؟ شايل الديسكتوب، فلازم اروح زي ما دخلت قبل شوي، لازم اروح على السي ومن سي يوزرز وهكذا. وبعدين بعد ما تحدد الاسم والمكان، طبعا في نقطة مهمة نسيت احكي لك، لما تحدد الاسم لاحظ هنا بتحدد النوع سيف از تايب. احنا نوع ايش؟ من 2007 ل 2016، بس اذا كان رايح انت تاخذ الداتابيز على جهاز ما في 2016 راح يفتح
ما راح يفتح. فلازم اذا كانت نسخته قديمه 2003 بدك تحفظ الداتا بيز مالتك على 2003 حتى يفتح عند الاخر. ممكن اغير طريقه الفتح من الخصائص؟ كيف تفتح طريقه الخصائص؟ بعد ما انا مثلا اكتب كلمه بروباراتيز واروح اغير بعد. يا حبيب اذا انت حفظت الداتا بيز 2016 وديتها على جهاز 2003 ما يفتح. الجديد لا يفتح القديم، اما القديم يفتح الجديد. يعني واحد عمل الداتابيس على 2003 راح ما يفتحها 2016 لا تفتح زي العسل، لانه الجديد يعرف القديم بس القديم ما يعرف انه راح ينشئ وبعد 5-6 سنين والله اكسس وغير. نعم القديم الجديد يتطور على اساس جديد. فبالتالي اي ملفات قديمه يستطيع التعرف عليها الجديد، اما العكس غير صحيح. على العموم هذه معلومة المفروض انها عندكم جاهزة، فبنضغط على كرييت الان ولاحظوا ان الان بيفتح لي باي ديفولت بيفتح لي على الاقل تيبل واحد زي ما عادي، لما بفتح انا مستند في الوورد ايش بيفتح لي على الاقل صفحة واحدة وان بيج، ولما بفتح الاكسل ايش بيفتح لي على الاقل في الورك بوك واحد شيت، واحد شيت، شيت واحد. الان يا شباب هذا التيبلز انت مركز معي؟ معاي بس مش مطبق. ما تقدر كيف ما تقدر؟ اللهم لا اله الا الله. طيب يا شباب اللي قاعد فاضي يفتح لاخويكم بحسابه، انت علي مش مستخدم الان. لازم تيجي عشان تطبق. على العموم يعني مش عارف شو بدي اقول لك بس اتمنى انه لاحظوا الان اخوان بدي اقوم بانشاء اول تيبل. يا سلام ولا واحد متابع. طب ممتاز. معاي بالله؟ معاي. انا مش زعلان فكرت راح اعدي بسرعه يعني كنت راح احكي كلمتين وامشي بسرعه. شوي ايه؟ ما احنا هلا خلصنا، احنا ماشيين على فكره انا مخالف منهج الكتاب، بدي اغطي لكم المواضيع لانه منهج الكتاب ملخبط يعني راح يلخبطك، فعشان خلصت لك الانترفيس وبديت لك بكرييت نيو بلانك. لو بدي امشي على الكتاب راح يرجع لك على التمبلت بعد شوي، انا ما بدي ارجع للتمبلت، خلصت التمبلت، خلصت الان كرييت وبدي ابدا الان بتصميم الجدول. تخيل اني انا بدي اعمل جدول الان للستودنتس. في عندي بالداتا شيت يا شباب بدي ابدا انشئ الان حقول للستودنتس، ايش تتوقعوا في حقول للستودنتس؟ اسم، اسم الطالب، عمر الطالب، رقم الجامعي، وا 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 وا. راح نستعرضهم. في عندك في الاكسس طريقتين لبناء الجدول، طريقه لا نحبذها ولا نحبها ولكن نحكي عنها. زي ايش؟ مباشره من الجدول هنا. طبعا في ملاحظه بسيطه انه في حقل اضيف الي غصبا عني، غصبا علي. ايش هو غصبا علي؟ بالحساوي غصبا علي ها؟ لا، انشا لي حقل ايش سماه؟ اي دي. هذا انا اللي انشاته ولا الاكسس؟ الاكسس. انشا لي اياه وازيدك بالشعر البيت حطه كمان هو برايمري كي. يا اخي ليش هاللقافه؟ وش اللقافه ذي؟ ايه؟ لانه في ناس ما تتعامل ما تعرف الاكسس ولا تعرف شو معنى برايمري كي، لكن تعرف تبني داتا بيس بسيطه. وانتم بتعرفوا منتجات مايكروسوفت ميزتها انها بابليك للعامه. ايوه، فعشان يسهلوا عليه قالوا له هذا راح يعرف برايمري كي وما راح يعرف، اللي دارس شوي ممكن يعرف بس هذا ما يعرف، عشان كذا اوجد لك اياه، لكن انا بعدين مستقبلا راح احذفه، ما ابغاه يا اخي، ما هو قصبا علي، مضبوط؟ ليس من هنا، هذا الحلاوه، الان انا بعطيك الطريقه اللي هو اتاح لك اياها الاكسس، لكن احنا لا ننصح بها، اهل الداتا بيز ما ننصح فيها، نروح على الديزاين، الان راح تشوف. انا الان بدي انشئ حقل، كيف تنشئ حقل؟ طبعا لازم كل حقل يكون له داتا تايب. حكينا لما تنشئ كل عمود لازم يكون داتا تايب. هذا ايش نوعه؟ نص. هذا ايش نوعه؟ رقم. المحاضرة الفاتت الان بدنا ننشئ اول حقل اللي هو ستودنت نيم. اضغط على الارو داون بعطيك الانواع. في عندي شورت تكست، في عندي ريتش تكست، في اسم الطالب ايش نوعه؟ رقم ولا طبعا اكيد تكست نص، بس مين نختار ريتش ولا لونج ولا شورت؟ الشورت بياخذ لحد 255 حرف، الريتش بياخذ النص المزخرف بولد ايتاليك اندرلاين. واحد قال لك انا ابغى اخزن في الداتابيز اسمه مزخرف بولد ايتاليك، ماشي؟
اللونج، اللونج لا بياخذ بشكل كبير جدا، بوصل لمئات الالاف من السيمبلز يعني الحرف. طبعا احنا بنقول تكست حكيناها المحاضره اللي فاتت، يستقبل رموز، نصوص، احرف، ارقام، سيمبلز، جمع، ضرح. احنا الان بنعرف الاسم، الاسم طبعا فيه لترز، وبالتالي ما مجبر اني اعرفه تكست. فلو اخترنا احنا بنختار شورت لانه الاسم مستحيل يزيد عن 255. وانت في الداتابيز لما تتخصص في الداتابيز، طبعا ما حد راح يتخصص الحمد لله منكم، كلكم اداره. الان يا زاع ما اعتقدش راح تتخصص الداتابيز، ما تتخصص برمجه، اتمنى ذلك. انا شجعت اثنين على فكره، وحوالي في اربعه من الشعب اللي جنبكم تشجعوا فعلا يحبوا البرمجه. اثنين اخوين توام اللي هم المقرن، وفي اثنين كمان قالوا يا استاذ احنا نفوت برمجه. اتمنى يا اخوان انه دائما يكون عندك طموح للشيء الافضل، والمساله بسيطه. اللي قدامك هذا كان زيك، وبالتالي من كتب، من قراءه، من الدراسه، نفس الشيء زي زيك. نرجع لموضوع الشورت تكست. ليش يا اخي انت الان لما يجي المبرمج، سمعت علي لو يكون، شوف دكاتره حللوا انظمه، طبعا مش انتقاصا في قريبك، لكن بحكي لك انا بشوف الدكاتره حللوا انظمه، لما طلعت عليهم وجدت انه في عندهم خلل كبير. لما تيجي انت تحط لي الاسم لونج، هذا احنا بنعتبره خطا، وان كان مش خطا شائع، لانه اللونج ما راح ياخذ فعليا حجز بمئات الالاف، هو راح يوصل لحد ما يوصل الاسم ينتهي. لكن الاصل انك تضبط المساله، يعني خلاص 255 للاسم، لانك ما بصير هذا هيوج داتا. لو كان عندك في وزاره الداخليه 30 مليون انسان، 30 مليون انسان انت حجزت ذاكره على الفاضي. عمره، نعم عمره، تعرفه نمبر ولا تعرفه تعرفه نمبر انتجر ولا لونج انتجر؟ لا طبعا بدي اعرفه انتجر، راح يجينا الان. الان يا سيد العزيز خليني انا بس احذف اللي ضغطت عليه، اذا هو شورت تكست. عرفنا شو الفرق بينهم؟ مين يعطيني مثال على لونج تكست؟ ايش هالحقل اللي ممكن يستوعب بمئات الالاف رموز؟ كلام. لا. ايش في حقل في حياتنا هيك العامه؟ داتا بيس بقول لك لازم يكون مش تكست. عدد صناعاتها ما تيجي كذا حقول ولا في نصوص عادي. زي الهيستوري فايل مال البيشنت. لا الهيستوري فايل اللي هو ملف المريض، ايش الامراض من اول من ولد، العمليات اللي عملها من اول من ولد، فهذه بيكون ملف مكتوب، مكتوب ولد في السنه الفلانيه كذا. ما يا اخوان عندكم ملف، ملف المريض قالوا انه قبل الاربع سنوات بيخلوا المملكه هنا ملف المريض مرتبط على داتابيز، بحيث انه لما يروح اي مستشفى يفتح يعرف انه هذا كان عامل عمليات، عنده مشكله في القلب، عنده مشكله في كذا. هذا ملف المريض، ملف المريض هذا ما يجي ب 255 حرف، هذا بدك تحكي قصص، وتم اعطائه العلاج الفلاني وعملوا عملية الفلانية، فهذا ممكن ايش الملف يزيد عن 255. سمعت يا هزاع؟ فهذا بنعرف له لونج. اما احنا في حالتنا بنعرف شورت. لما تختار شورت على طول اعطاك لك سمي الفيلد، ايش اسم الفيلد؟ بدنا نسميه ستودنت نيم، يستحسن تعرفه بالاختصارات. طبعا في اسماء بنحطها بالاختصارات، في اسماء بدك تكتبها كامله على راحتك. نيجي على الحقل اللي بعدي، ايش الحقل اللي بعدي؟ رقم الطالب. رقم الطالب ايش نوعه؟ احسنت، شايف كيف لما بتجاوب بتعطلنا؟ لو ظليتك ساكت كان سمعت الاجابه. قلنا انه رقم الطالب ايش يا علي؟ ما تدري. وانت يا وانتوا يا شباب ايش رقم الطالب يعرف؟ نص ولا رقم؟ رقم الطالب اسمه من جواله. لا رقم، ورقم الاي دي ماله. شايفين يا شباب؟ شايفين ما امتع، ما امتع العلم. حكينا يا اخوان المحاضره اللي فاتت وصرخنا وسجلنا المحاضره، قلنا لكم يا شباب اي حقل يستخدم لتمييز السجلات ولا يستخدم في العمليات الحسابيه، not used in mathematical operations او calculations، بنعرفه نص. رقم التليفون ايش؟ نص. رقم عداد الكهرباء ايش؟ نص. رقم عداد، رقم السياره ايش؟ نص. رقم الشاصي ايش؟ نص. ما تبغى تجي عليه عمليات حسابيه، يستخدم للتمييز بين السجلات، اذا نص. شايفين هذه المعلومه اللي صارخت عليها ناسينها؟ ممتاز، انقل على اللي بعده عشان ما نتعطلش، الشباب مستعجله. على طول اس تي يو اي دي. انا اسف اذا عطلكم، بس خليكم معاي حتى نكمل
ال STUID هذا ايش نوعه؟ عرفناه تكست بس بنستخدم النمبر ما هو تكست تكست بس هو راح يدخل فيه رقم بس ما يهمني المهم انه إن ايش نوعه سؤال محدد مش ايش راح يتخزن فيه طبعا انت الان تكمل بقيه الحقول لكن هذه الطريقه ما نحبها ليش ما نحبها لانه اخوان لا تظهر لي مين البرايم امريكي اظهرت مين البرايم امريكي لا استطيع ان اختار انه هذا برايم امريكي وهذا مش برايم امريكي لا ايوه طب انا بدي اعدل بدي اسوي بقولك الان هذا اللي بتشوف فيه الجدول شايفين هذا التيبلز هذا ايش بنسميه اخوان ركز معي وين الداتابيز مالتنا وين 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 الكورس ستودنتس هذا الداتابيز هذا ايش بنسميه الجدول يا اخوان هذا الفيو اللي من خلاله ننظر الى الجدول ومحتوياته بياناته شو بنسميه بنسميه داتا شيت فيو ايش اسمه يعني ايش معنى فيو فيو منظور ايش قاعد تطالع انت قاعد تطالع من منظور الداتا شيت جدول وفي بيانات في منظور اخر اسمه الديزاين فيو ابغى اصمم التيبلز حقوله واعمدته انواعها معناته بدك تحول من داتا شيت فيو هذا ايش اسمه بيجيك سؤال في الامتحان صوره زي هذا بقول لك هذا اي فيو داتا شيت ولا ديزاين هذا داتا شيت اسمه جدول داتا شيت طب ابغى ديزاين يا استاذ تعال على الزر الايمن وقول له ديزاين فيو او تعال عندك وين عندي هنا بالهوم عندك فيو عندك ديزاين فيو فانا الان جدولي لما اجي اقول له من هنا ديزاين فيو او من هنا ركز معي بالفيلدز اسف بالفيلدز عندي ديزاين فيو اذا اعمل حسابك وحتى بالهوم عندي ديزاين فيو اعمل حسابك اول شيء راح يطلبه احفظ الجدول احنا عندنا حفظ قبل يا الحبيب احنا عندنا تحفظ بعدين بعدل ايش اسم الجدول ستودنت لانه شيء طبيعي نسميه ستودنت لانه المعلومات حول ستودنت طالع الان هذا الديزاين فيو اللي بيعرض لك اسم الحقل نوع الحقل والديسكريبشن وهذا اوبشنال يعني شو كتبته ولا ما كتبته ما يهم لاحظ هنا شوف الديزاين ما احلاه طلع لي مين ايش الحقل البرايمري كي اللي حطه ايش اسمه اي دي وايش تعريفه اوتو نمبر شو يعني اوتو نمبر اوتو نمبر عداد يعني اول سجل تعبيه يحط له رقم واحد اللي بعديه اثنين اللي بعديه ثلاث اللي بعديه اربعه طب حذفتنا واحد يعيد واحد لا يبتلي يكمل بعد الثلاث اربعة خمسة ستة ما له علاقة ما يرجع نعم اعادة هذا مسميه اوتو نمبر الان نكمل بناء الجدول عندي STU birth of date تاريخ ولادته تاريخ ولادته ايش تتوقعوا النوع يا الحبيب يا الحبيب date and time date and time راح نخزن فيه وقت وتاريخ هذا راح يطلع لك الان لما نعبي البيانات راح تشوف الان البيانات كيف راح تطلع لما نعبي اليوم الحمد لله ما حدا بيطبق الان يا شباب STU انا ضيعتك انا قاعد بحب تستفيدوا بس مطالبكم مش تطبقوا راحتكم فتحته قول لي كيف فتحته عشان افتح لك اياه اول شيء بدي احفظه لانه راح تروح عليه كل شيء قلت لك تعال عند الديزاين هذا فيو صعب قلت لك ديزاين فيو قلت لك اضغط عليه نفسه التيبلز في الاعلى وتعال على ديزاين فيو صعب حفظته كتبت لازم تحفظ الجدول باسم اكتب ستودنت سميه ستودنت ايش بدنا نسمي الجدول جدول طلاب ما يحفظ الخطوات افهم الفهم ديزاين فيو عشان ندخل على تصميم الجدول نبغى نصمم الان الحقول ايش هي وانواعها عرفت عندك البيرث اوف ديت الاي دي الاي دي معرف من قبل البيرث اوف ديت حطيته الان حطه روح والله روح انش بدي روح روح يلا اعطوني اسمعكم اتذكر انا علي بس انتوا اعطوني اسمعكم روحوا روح انا بالنسبه راح اكمل الشرح او امشي عادي ايوه ديت اند تايم الان في عندي كمان زي الاس تي يو التاش اللي هي السيرتيفيكيشن مثلا بدي واحد شهاداته صور شهاداته شهاده الميلاد
شهادة الزواج مالت والدك وشهادة الثانوية العامة وشهادة أبغى أتاشمنت. تعرف أتاشمنت؟ لما ترسل إيميل كيف ما تعرف؟ لما تروح تقول له أتاش، لما ترسل إيميل يا إخوان عمرك ما أرسلت إيميل على الواتساب؟ ما أرسلت أتاش؟ مرفقات، مرفقات. فأنت يا سيد عزيز ممكن ترسل أكثر من شيء في الإيش؟ في الأتاش الواحد، صح؟ إيش نوعه هذا؟ أحسنت، بدي يكون نوعه أتاشمنت، مرفقات. ترى هنا بالدسكريبشن تكتب هنا عادي عربي أوردو اللي بدك إياه، مثلا هذا الحقل، هذا وصف لك عشان تتذكره، لأنه أنت لما تعمل مشروع مرات بتنسى إيش هذا الحقل، فأنت بتكتب وصفه. أحسنت أحسنت، حطيت خصا. هذا الحقل يستخدم لرفع، لرفع مثلا الشهادات، شهادة الميلاد وكذا. هذا وصف لك، ما له دخل، ما ينظر إليه الأكسس. في عندي الجندر، هذا الجندر. شو الجندر؟ اللي هو الجنس. هذا الجنس إيش تعرفه؟ أفضل شيء نعرفه، في عندي يا اما ذكر يا اما انثى. لما يكون عندك حالتين فقط ما لهم ثالث، نختار يس اور نو. ايش نختار؟ يس، يا اما يا اما لا. يا زي بقول لك واحد عندك اولاد ولا ما عندك اولاد، خلاص اذا انا بالداتابيز عندي هذا السؤال اذا خلاص بحط يس اور نو. لا لا، ما هو انت شو بتعتبر الان؟ بدك تعتبر الفورم، الفورم الواجهه محطوط له ميل وفيميل. اذا حط على الفيميل بيصير غير، بدون محطوط صح، اذا بيصير انتشيكد، اذا كان ميل بيصير تشيكد. الان بس تشوفه، انت ما انت شايفه اصلا شكلا، انت شايفه كيف حيطلع؟ طيب صبر علينا شوي راح تشوف بالنهايه. لو نبغى صوره الطلاب، صوره الطالب خزنها STU بيكتشر، نوعها راح يكون OLE. OLE اوبجكت يا اخوان مش بس اخزن فيه صوره، بخزن فيه فيديو، مقطع صوت. طب ايش الفرق بين اتاشمنت والاو ال اي؟ الاتاشمنت ترسل ملفات بترفعها، مضبوط. الاو ال اي بعطيك ملف واحد بس، ما في اكثر من ملف، صوره واحده او ملف صوت واحد او ملف، ويربط لك اياه. تستطيع انك تنشئ هذا الصوت او الصوره او الفيديو من خلال برنامج. يعني باختصار عندك برنامج فوتوشوب، الصوره الان عشان تخزنها عندك في الاتاش ما راح يفتحها غير مين؟ الفوتوشوب. فعندك في الاو ال اي اوبجكت بضمن لك داخله ملفات الفوتوشوب عشان يفتح لك اياه. فهمت؟ ما فهمت؟ يعني البرنامج المسؤول عن فتح هذا الاوبجكت راح يضمن معاه. يا اخوي انت عامل على الفوتوشوب، ايش بده يفتح صوره الفوتوشوب؟ يعني سيقول لما تشوف انت الاو ال اي اوبجكت تفتح لك الفوتوشوب في الصوره. نعم احسنت احسنت، بفتح لك الميديا بلاير عشان يعرض لك الفيديو. احسنت، فهو بضمن لك البرنامج معه، البرنامج المسؤول عن فتح هذا الاوبجكت. بينما الاتاشمنت لا، رفعت الصوره رفعتها، مين اللي بيفتحها عندك؟ الويندوز فيور. اما اذا رفعت ملف ما له برنامج يفتحه، ما راح يقدر تفتحه لما تفتحه على جهازك. شيء اخر انه الاتاشمنت تستطيع رفع اكثر من ملف، بينما الاو ال اي فقط ملف واحد، صوره بس، صوره واحده، ملف صوت واحد. ما الاتاشمنت استطيع ان اضيف السي في مالتي وصوره شهاده الميلاد وصوره كذا على سجل واحد. طبعا الان يا سيد عزيز تخيل معي، زي عندنا في البلد في عندنا فلوس احنا ندفعها للجامعه، انا مضطر اني اكتبها. لا، من نختار احنا الاس تي يو فيز أجرة الدراسة، وهاي طبعا ايش راح تكون؟ ايش راح تكون؟ رقم ولا تكست؟ أجور، أجور في زيادة ونقصان وضرب وقسمة. نمبر أكيد. أحسنت، لاحظ إنه النمبر، تعال هنا بالأسفل بالفيلد بروبرتيز، ايش حط لي الفيلد سايز؟ ايش اسم مالي؟ لونج انتجر. شو معنى انتجر؟ عدد صحيح. شو معنى عدد صحيح؟ يعني ما في كسور. يعني لو حطيت له دفعت 4075 هللة، ايش بيسوي 75 هللة؟ يشيلها، بقربها لواحد وبيشيلها. فعشان افهمه انه ترى انا الاعداد هذه
ما أخي أبغى ممكن من الأعلى أفهمه أنها كارنسي. كارنسي يعني إيش؟ لا يا الحبيب، كارنسي يعني عملة. عملة راح يحط لي خانتين عشريات، فهمت؟ لا يخلي الهللات، أيوة يشيلها مع هذا، مش يشيلها قصده أن يقتطعها، لا يخلي الهللات. فإذا تركتها نمبر وانتجر راح يشيل لك، ما راح يأخذ غير العدد الصحيح، يقرب العدد العشري ويشيله. طيب انتجر إيش معنى عدد صحيح؟ طب لو أبغى، أنا ما أبغى كرنسي، ما أبغى عملة، لكني أبغى إيش؟ عدد ولكنه حقيقي يأخذ كسور. تعال على الانتجر هنا، إيش العدد الحقيقي عندنا؟ سنجل ودبل، سنجل ودبل. سنجل 4 بايت ودبل 8 بايت، عدد حقيقي من 8 بايت. وعندك انتجر 2 بايت، عدد صحيح 2 بايت، يعني يوصل لحد 32700 تقريبا. لما تعرف الحقل انتجر، الأرقام اللي استوعبها لحد 32700 زيادة عن ذلك بدك تعرفه لونج. لونج انتجر بياخد 4 بايت. فيا الحبيب احنا عندنا في عالم الداتابيز مش اشرب كاسة شاي وصمم الداتابيز وبس، لا، لازم تعرف السايز. مش انت، انت لسه هاي مادة مبتدئة، بس لما تبرمج بدك تعرف. ليش؟ لانه لما انا بوزارة الداخلية اقول له العمر الطالب، الان دخل لي عمر طالب وعرفه لونج انتجر كم راح يحجز له يا الحبيب؟ 4 بايت، يعني راح يجي بالالاف المليارات، الاف المليارات، عشان عمره ما راح يتجاوز المية. طب ما انت عارفه انتجر، شو الفرق؟ ما هو وزارة الداخلية 30 مليون مواطن، لما تعرفوا لونج اخذ 2 بايت ما لهم استخدام، اضرب 2 بايت مصر مثلا 90 مليون، اضرب 2 بايت في كم؟ في 90 مليون، يعني 180 مليون بايت كذا ضاعوا بدون استخدام، حجزوا في الذاكرة في الهارد ديسك ولم يستخدموا، فهمت؟ هذا ايش بيخلي الداتابيز حجمها صغير ولا كبير؟ وبصير بطيئة في الاستجابة. فانت العمر يا اخي ما راح يصل ل 32000 اذا بنعرفه ايش؟ بنعرفه انتجر. وصلت؟ الان انا ايش ابغى اعرف؟ هذا الاجور في كسور في فاصل عشريه، ايش نعرفه؟ انتجر صحيح ولا نعرفه سنجل؟ سنجل ياخذ عدد سنجل. في عندي الضريبه، احنا عندنا في بلادنا في ضريبه تنضاف، التاكس. والتاكس ايش عرفها؟ نمبر. تركته أنا انتجر عمدا وغلط، إما إنه كونكرنسي أو أخليه من هنا سنجل، لكن أنا عمدا تركته عشان تعرف إيش رح يصير. خليته نمبر وانتجر، مو لازم يكون نمبر، ضريبة بدها تنضرب. في عندي التوتال فيز، كم بدك تدفع في النهاية؟ عندك 5000 والضريبة عليهم 20%، يعني كم رح تدفع؟ 6000. بدك تزيد على 5000 20% من 5000 اللي هو ايش؟ 6000. هذا من نسميه توتال. طالع معاي الان اللي متابع معاي ويطبق، توتال فيز الاجره النهائيه. هذا الحقل في نوع اسمه كالكوليتد. ايش اسمه؟ شو معنى كالكوليتد؟ احسنت، يعني يا الحبيب هذا ما تدخله انت تعبي البيانات تعباي زي اسمه. احسنت، هو راح يحسبه من وحده لما تدخل التاكس والفيز، وراح يطلع لك النتيجه النهائيه. اسمعني، ايش معنى كالكوليتد؟ انه هو راح يجي العمليه الحسابيه. طب وين العمليه الحسابيه؟ لما تضغط على كالكوليتد راح تظهر، يطلع لك. الان بدي ابدا اكتب العمليه الحسابيه، لاحظ هنا ما طلع لي كل الحقول يا اخي، صح؟ ما طلع لي غير بس اول ايش؟ 4 اللي حطهم من اول. بقول لك لازم تحفظ بعدين، وهذا خطا انا بعتبره الاكسس، لازم تحفظ سيف. قال لي انا ما اقدر احفظ لك، طلع لي خطا، احذف لي اياه لانه راح يسبب لك مشكله، ديليت، بعدين احفظ، بعدين ارجع ضيفهم من جديد. هذا خطا انا بعتبره بالاكسس. ليش يا اخي اطلع؟ ليش؟ وليش ما تضيف لي الحقول مباشره؟ هذا كالكوليت الطالع ضف لي كل الحقول. شو قلنا؟ ايش التوتال؟ عباره عن ايش؟ فيز، الفلوس لازم يدفعها، زائد، شوف كيف حطيتها زائد، طالع كيف عملتها، الفيز نفسها مضروبة ضرب التاكس الضريبة. الفيز نفسها ضرب التاكس ضريبة، ضريبة 20%، يعني ايش؟ ايوه، هذا عشان ازيد على الفيز. ايش ازيد؟ مين اولوية لمين؟ الاولوية للضرب.
يعني اضرب لي الان 5000، افرض 5000 مطلوب من الطالب، ضرب مثلا تاكس 20% كم يعني 1000، 1000 زيدها على الفيز، الفيز ال 5000 صار 6000. بعدين نضغط على اوكي. لاحظ انت، انت الان هنا عندي كتبت في الاكسبريشن في الاسفل عند الكالكوليتد هذه المعادله، شايف المعادله وين مكتوبه؟ تحت. خلاص معاي انتوا يا شباب ولا لا؟ ليش ما حفظ؟ اجيك ولا لا؟ ارجع احذفه، لازم تحذفه. كيف تحذفه؟ على الزر الايمن ديليت روز، لانه مرات بسبب لك مشكله. يلا يا شباب، الان في عندي اخر حقل بدي اعمله اللي هو الايج. طبعا يا اخوان الايج راح ادخله هنا ادخال، راح اعرفه نمبر، لكن هو صح انه يتعرف ايش؟ مين يقول لي ايش؟ لا 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 لا، عمر يزيد مع الايام. ايش يتعرف؟ ايش تتوقع يتعرف؟ لازم يتعرف كالكوليتد بناء على تاريخ ميلاده اليوم، تاريخ ميلاده بيت اوف ديت. بس انا ما ضفتها هذه، خليه يدخلها ادخال عشان ما اعقدكم، لان معادلتها ما هي صعبه. ناو تاريخ اليوم ناقص تاريخ الولاده مالته تقسيم 365. سلمت يا عزام. ما نبغى نعملها، ترى في مفاجاه لك. الكالكوليتد ما هي مشروحه في الكتاب. مطلوبه؟ لا، اعطيتك اياها ليش؟ عشان تبغى تستخدمها في المشروع. وازيدك من الشعر بيت الاو اللي الصورة ما هي مطلوبة. شفت اللي متابع معي استفاد ولا لا ما استفاد؟ الآن النقطة المهمة الكبرى وهي الآن تحديد الكي. قبل ما تطلع من الجدول وقف، وين المفتاح يا شباب؟ الاي دي ما نبغاه، ما يلزمني، ما أبغى أنا المفتاح اللي أحطه عندي بدي أحذفه. كيف تحذفه؟ رايت كليك وديليت روز، أو طالع معي عند الديزاين حلم عليه، اضغط أعمل سيليكت وبعدين تعال على ديليت روز في الديزاين. بقول لك ترى بدي احذف لك هذا الفيلد، تبغى تحذفه؟ نعم حذفناه. مين المفتاح اللي راح يكون؟ احسنت، الستودنت اي دي. تعال عند الديزاين روح مفتاح واضغط على المفتاح. كذا اصبح المفتاح. بس دير بالك في بعض الطلاب عبوا الجدول، شفتوا قبل ما ندخل على الديزاين فيو كانوا معبين بيانات. لو كرر البيانات ما راح يرضى، لما تيجي هنا تقول له سيف ما راح يرضى يسيف. انا عندي راضي يسيف، ليش؟ انه الجدول فاضي في بيانات. بس لو كان في بيانات لازم تتاكد انه حقل الستودنت اي دي ما يكون فاضي ولا يكون متكرر القيم. لو كنت معبي ما يرضى، لازم تفوت على الجدول وتعدل. اما انا ما عبيت بيانات، عبيت بيانات ما عبيت، عشان كذا حفظ. يلا يا شباب نروح على الان على الداتا شيت فيو. كيف نروح على الداتا شيت فيو؟ هذا الداتا شيت فيو، هذا هو الداتا شيت فيو يا اخي. من هنا او من هنا اللي بدك اياه. هذا ديزاين، تعال بعد ما حفظ قول له ايش داتا شيت فيو، او من الفيلدز داتا شيت، او من الهوم داتا شيت فيو. يلا عبي بيانات. ايش اسم الطالب؟ مثلا اسمه علي. الستودنت اي دي ماله 123. شوف طالع هذا البيث اوف ديت ايش نوعه، ايش نوع البيث اوف ديت؟ ديت، عشان كذا طلع لي ايش الكالندر. شفت الرزنامه اللي طلع لي اياها؟ إذا ما تبغى أكتب التاريخ مباشرة، مولود في شهر 5 يوم 4 2016. حلو؟ نيجي على الاتاشمنت، مرفقات. تخيل، تخيل إنه عندنا شهادة ميلاد وشهادة الثانوية وعنده سي في بورد. فبدنا نيجي نضغط رايت كليك، طالع رايت كليك مونج اتاش، بعدين تضيف زي اللي تبعت الإيميل يا شباب، إضافة. وين الاتاش؟ ايوه. الان تخيل، تخيل انه هذه السي في مالته، السي في مالته مثلا، هذا رفعت السي في، تبغى تضيف صوره ثانيه؟ نعم. شوف لاحظ، حقل واحد، حقل واحد لكل مستخدم، لكل طالب يشمل اكثر من ملف. فهمت؟ هذا الاتاشمنت. ممكن تاخذ صوره، صوره شهادته. وين صوره؟ في عندنا صور هنا ان شاء الله، هذه صوره شهادته. تخيل انه هذه صوره شهادته. لاحظ انا حطيت السي في وصور الشهاده وصور شهاده اخرى، كلها لشخص طالب واحد. اوكي اوكي، حط لي هنا انك انت عملت اتاش لملفين مرفقين. نيجي على الجندر. الجندر هنا انت لما يجي الفورم، ايش هو الفورم يا شباب؟ حكيت عنه المحاضره هذه. هذه الفورم، هذا اسمه فورم، هذا اسمه فورم.
هذا الواجهه ما ينفع اني اعبي داخل الجدول، ما راح لا كنت معبي. هذا مقبول؟ مقبول اللي نعمله احنا قاعدين نعبي، نعبي البيانات داخل الجدول كذا؟ لا ما هو مقبول. اروح ابيع برنامج لوزاره الداخليه ولا ابيع برنامج للمستشفى عشان يعبوا لي البيانات كذا؟ ما يرضى. يبغى فورم جميل كذا وصوره وحلاوه وكذا، ماشي. هذا الفورم لما يجي عند الجندر بتكون كاتب له انت، كاتب له ايش مثلا زي هنا الستيتس اللي هو اذا حط صح معناته متزوج، بيكون جنبه توضيح متزوج اعزب، ماشي. فاذا حط هنا صح كانه ذكر في ميل، واذا انشال الصح كانه في ميل، فهمت؟ اما متى بيظهر ميل وفي ميل في الفورم؟ لما تصمم الشاشات بتحط له خيار ميل او في ميل. اذا حط صح معناته ايش في الميل؟ راح يجي هنا صح. فاهمين اللي بحكيه يا شباب؟ عندي الصوره، كيف الصوره؟ الصوره طالع اعمل رايت كليك وانسيرت اوبجكت. هنا بخيرك اوبجكت واحد، هنا بخيرك تبغى الان تنشئ انت الصوره من ملف ولا الصوره منشاه من قبل؟ كيف يعني؟ واحد طلب منك توقيع، انا عندي التوقيع مخزن. لو عندي توقيع مخزن في الصوره بقول له اياها، لكن لو ما هو التوقيع مخزن بقول لك كرييت نيو مين مثلا من البيت ماب ايمج، طالع فتحت البيت ماب، شايف كيف فتح البرنامج؟ وقعت، وقعت خلاص كل شيء تمام، اعمل كلوز. ايوه اكس خلاص، وين حفظ؟ انحفظ توقيعك، وين انحفظ؟ في الحقل. افتح الحقل، مين يفتح لك اياه؟ فتح لك البينت برش. عرفت شو معنى او ال اي؟ ضمن لك البرنامج داخل الحقل. اما انا الحبيب ما ابغى يا الحبيب ادخله اصلا، ايش تسوي؟ انا ابغى موجود عندي الصوره. انا ضربت لك مثال على التوقيع، فهمت شو سويت لما تعمل كرييت نيو؟ يعني انشئ لك اياه من لا شيء وتاخذ اوبجكتس. لو ثبتت الفوتوشوب راح يثبت لك اياه هنا. اما انا عندي ملف يا اخي صوره، خلاص تقول له كرييت فروم فايل، موجود من ملف، ملف موجود براوز، ونحدد له مثلا هذه صورتك مثلا وتقول له اوكي. لاحظ لما تضغط عليها الان يفتح لك مين؟ البرنامج المسؤول عن فتح الصوره. مين هو البرنامج المسؤول؟ عندي الويندوز فوتو فيور. نيجي الان لحبايبنا اللي هي الاسعار. سعرك كم المبلغ اللي تدفعه بالفصل الواحد؟ طيب انا الان كم المبلغ؟ خليه 5000. لاحظ هنا التوتال فيز، لاحظ التوتال فيز على طول حط لي كم؟ 5000. ينتظر مني احط التاكس صح؟ انا بدي ازيد عليها كم؟ التاكس. احسنت، انت معلق عندك، طالع انت عندي، طلع عندي بالفيز 5000، طلع لانه التاكس صفر. لو حطينا 20% هذا 20%، هل راح يزيد؟ هذا السؤال. طالع زاد، زاد هذه 5000، ما زاد. ليش ما زاد يا اخوان؟ مين يقول لي ليش؟ حولها لصفر الضريبه. تعرفوا ليش حولها لصفر الضريبه؟ لانه انا قلت لك معرف هو ايش. تعال على الديزاين فيو، تعال على الديزاين فيو، تعال على الديزاين فيو يا الحبيب، شوف ايش معرف عندك التاكس. معرف نمبر ايش؟ انتجر. انتجر راح يشيل الكسر. طب 20% هذه كسر ولا كسر؟ فراح يقربها لايش؟ لصفر. احسنت، شايفين مصحصح؟ يعني نعمل محاضره بس لواحد، بعد ما تخليها سنجل تحفظ لازم تعمل سيف. وبعدين يا سيد عزيز بعد ما تعمل سيف تفتح ستودنتس وتيجي تخلي التاكس 20%. الان راح تشوف الان كيف راح الفيز اصبح 6000. حاول تدخل 6000 قيمه، يرضى؟ ليش ما يرضى تغير 6000؟ لانه 6000 ايش؟ شنو نوع الحقل؟ كالكوليتد. كالكوليتد ما تتدخل في ادخال القيمه يا الحبيب، انت تحسب حسابا. العمر مثلا عمره 20 سنه، اضغط انتر راح تنزل الى السجل الثاني اسمه مثلا عمر. عمر
خليك معي، حاول تغلط عمدا وتدخل نفس الحقل نفس البرايمري كي. ايش نفس البرايمري كي؟ مال علي 1 2 3. اضغط انتر، ما احنا فاضيين نضغط يعني، البقيه مش مهم. طالع طلعت رساله، ايش الرساله؟ اقرا هذه. They would create duplicate values. ايش معنى duplicate values؟ قيم مكرره in index primary key. كيف تخلي اثنين نفس ال... يا الحبيب ارجع، بدل ما هي 1 2 3 4 خليها مثلا غيرها 1 5 3. الان اضغط 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 ينقلك مباشره على اللي بعده وانت سليم وعسل. نكتب هنا خالد، ما تعبي شيء، ما تعبي شيء في البرايمري كي خالد، ماشي. حدد له اي بيانات، حدد له جندر، حدد له، اتركه فاضي. لما تضغط ايش يرضى؟ يرضى يخلي لك البرايمري كي فاضي. ايش طلع الرساله؟ يو ماست انتر ا فاليو ان ستودنت اي دي. ممنوع، اذا البرايمري كي ممنوع يتكرر وممنوع يترك فاضي. تو اوبشنز should check it for the primary key. Not duplicated value. Not null. شو اسمها؟ Not null. N-U-L-L. Not null. يعني لا يترك خاليا. Not null يعني ليس خالي. إذن الحبيب لازم بقولك ارجع وعبيه. ما أرضى عدي لك يا طالما primary key. هذا عبيناه. وكذا جدولنا تمام. ظل حقل نسيت اضيف لكم اياه، اضيف لكم اياه الان. كيف لما نعدل على الديزاين؟ لما نضيف حقل ديزاين فيو، تعال على الديزاين فيو وعدل. ايش الايميل ماله؟ اس تي يو ايميل. ايش تتوقع الايميل يكون نوعه؟ هايبر لينك. هايبر لينك يعني رابط. ايش تتوقع يصير الرابط؟ لاحظ هنا الان لما عرفتوا هايبر لينك، ولازم تحفظ، لا تنسى تحفظ. افتح الجدول، تعال عبي الان ايميل علي. طالع هذا الايميل، اول ما تكتب الايميل ماله، على فرض انه اسم ايميله علي الف وكذا ات، احسنت، طلع لي يا از لينك كرابط. ايوه عرفه هايبر لينك، يطلع بهذا الصوره لما تعبيه. طالع كيف طلع؟ طالع كيف طلع عندي؟ طلع عندي از لينك دوت اي دي يو، اسف دوت اس اي وليس دوت كوم. حلو. اذا الشباب عرفنا الانواع هذه، طبعا تحفظ التيبلز الان اخوان، حفظ التيبلز الان تحفظ الداتابيز كامله، سيفنج داتابيز. كيف نحفظ الداتابيز كامله؟ تيجي على الفايل سيف از، بعطيك خيارين، يا اما تحفظ الداتابيز كامله او تحفظ الاوبجكت. شو الاوبجكت؟ عنصر الداتابيز، اي عنصر اللي كنت واقف عنده. انا كم عنصر عندي؟ بس لو كان عندي داتابيز فيها 100 عنصر، عنصر واحد هذا الكورس، ما ابغى احفظ كل الداتابيز، ابغى اخذ نسخه منه زي ما راح يجينا لاحقا. خلينا الان ناخذ نسخ الداتابيز كامله. عرفت كيف تنسخ الداتابيز كامله؟ تيجي على فايل سيف از، سيف داتابيز از، ايش النوع؟ 2016 ولا 2003 ولا 2000 ولا تمبلت؟ خليه قالب، لا خليه 2016. وبعدين تختار سيف. بقول لو سمحت انا ابغى اغلق اللي مفتوح، اللي مفتوح جدول اوبجكتس، اغلق اللي تبغاه، ايش دخلني؟ خلاص اغلق. طلع لي قال لي وين تبغى تحفظ النسخه؟ مثلا على سطح المكتب كالج 2، اسميها تسميه ثانيه كالج 2 عشان اميزها، وسطح المكتب او عشان نختصر ماي دوكيومنتس، ماي دوكيومنتس، ماشي؟ احفظها بالمكان اللي بدك اياه، انيبل كونتنتس. الان انا الداتابيز عندي اللي اشتغل عليها كالج 2. عرفنا شو معنى تحفظ داتابيز كامله؟ الان اذا بدك تحفظ اوبجكت من الداتابيز زي كذا، انا ما ابغى احفظ كل العناصر كل الاوبجكت، بتحدد الاوبجكت بعدين فايل بعدين سيف از بعدين سيف اوبجكت از، ترى راح يحفظه بنفس الداتابيز، مش برا الداتابيز. الاوبجكت راح يحفظه كنسخه احتياطيه. طالع لا جوا، طالع سيف اوبجكت از بعدين سيف از
قال لك نسخة من الفورم، ترى حددت العنصر اسمه فورم. اوكي طالع ايش سوى؟ حط لي اياه هنا، شايف كوبي اوف ستودنت فورم عشان ما اقدر اغير الاولى واقدر ترجع. احسنت. ليش؟ انه في عالم البرمجه ما نقدر احنا برنامج نصممه من اول لاخر، لا خوفا انك تخرب. فشو بتسوي؟ خلصت هذه المرحله تحفظ وتاخذ نسخه بعدين بتعدل. خرب ترجع للنسخه الاحتياطيه، ما خرب بتحفظ بتروح المرحله اللي بعدها. كذا البرمجه يا اخوان، تجد عندك عشان تعمل برنامج يمكن حوالي 200 نسخه تحفظ عشان احسنت ما تخرب، ما تخرب على المرحله اللي قبل. هذا بنسميه الكوبي اوف اوبجكت. الان عشان نفتح داتابيس، كيف نفتح داتابيس؟ وايش هو اوبن؟ في عندك الريسنت المفتوحات مؤخرا، في عندك البراوز، في عندك ذس بي سي يستعرض لك اللي هو الديسكتوب اذا كنت على الديسكتوب او على الماي دوكيومنتس او على السي او على الدي، وتروح على المكان اللي بدك تفتح منه. يوزرز، ايش عندي انا؟ اللاب، عندي لاب يوزرز، وعندي الديسكتوب كان مال اللاب يوزرز، وهذا الداتابيز مالتي كورس اند ستودنتس بفتحها. واغلاق الداتابيز، ها اكزيت ولا من هنا؟ كلوز ولا من هنا؟ لا اغلاق الداتابيز فقط بدون اغلاق البرنامج. كلوز نعم.